لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله حمد الله نعمه ويكافئ مزيده ويدافع عنا بلاءه ونقمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك 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 لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وارض اللهم عن سادات ديننا وأكابر أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية القرابة والصحابة والتابعين وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار قول الله عز وجل في كتابه العظيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أيها الإخوة أيها الأخوات أرجو أن نكون جميعا في هذه الساعة المباركة بقلوب خاشعة خاضعة مخلصة لربنا جل جلاله فسبحانه وتعالى تجلى على عباده ولكن لا ينظر إلى صورهم ولا إلى أجسادهم وإنما ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم ولا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا خالصا ولذلك قال جل جلاله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رزقنا الله وإياكم الإخلاص الوجه الكريم في النية والمقاصد ورزقنا الله وإياكم السداد في الأقوال والصواب في العمل اللهم آمين أيها المسلمون أيتها المسلمات قضت سنة الله عز وجل في خلقه أنه يبتليهم بالمصائب وبين ذلك القرآن الكريم في كثير من الآيات وجعل قضية المصائب للأفراد والأمم والشعوب مسألة قدرية يجب على أهل الإيمان والإسلام أن يؤمنوا بها عقيدة وأن يواجهوها بصبر وإيمان وثقة بما وعدهم الله عز وجل به ولذلك صار من المعلوم من الدين بالضرورة أن من جزئيات الإيمان الحقيقية الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره هذه الجزئية هي جزء من الإيمان الذي لا يتجزأ الإيمان القلبي الصحيح الذي يدخل صاحبه الجنة وينجيه من النار إذا لابد للمؤمن الصادق الإيمان أن تكون قضية الاعتقاد بقضاء الله وقدره خيره وشره منه سبحانه وتعالى لأن هذا من جملة تجليات ومعاني أسماء الله عز وجل وصفاته ومع ذلك بشر الله عز وجل من ابتلاهم بشيء من المصائب سواء في أنفسهم أموالهم أولادهم ممتلكاتهم بتعويض كبير قال لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وثمرة وبشر الصابرين ماذا يا رب
بماذا بشرتهم؟ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الشرط الأول، يقول هذا قولا ويعتقدوه اعتقادا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والصلوات يعني رحمات متتابعات ومتنوعات، وضمن الله عز وجل لهم الهداية. إخوة الإيمان والإسلام، قضية الموت هذه قضية لا يناقش فيها عاقل فضلا عن المؤمن. كل نفس ذائقة الموت. وقضية المصائب كما قلت من أقدار الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. لا أخفى على حضراتكم أني ما أذكر هذا الكلام المقدمة ما جرى لإخواننا المسلمين في الزلازل الكارثية التي حصلت في الشمال السوري والجنوب التركي، وأودت بحياة الآلاف من المسلمين والآلاف المؤلفة من المصابين والذين ربما لا يزالون تحت الأنقاض. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصائبنا وأخلف لنا خيرا منها. ونبيكم عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد تصيبه مصيبة في نفسه أو ماله وولده فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ونحن نقول ورددوا معي في قلوبكم وألسنتكم إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أجرنا في مصائبنا واخلف لنا خيرا منها. نعم إخوة الإيمان والإسلام، قضية الموت هي الأخرى قضية عقدية محسوسة ملموسة لا يمكن لعاقل أن يناقش فيها. ونحن جميعا محكوم علينا بالإعدام، القدر الرباني، وكل منا ينتظر ساعته وقته. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. إخوة الإيمان والإسلام، هذا الذي حصل كثير من ما هو مشاهد ومحسوس أو مخبر عنه في التاريخ قد ذكر القرآن الكريم جزءا منه وجعله تحت عناوين: بأس الله أو عذاب الله. وهذا البأس والعذاب الذي ينزله الله عز وجل على الأمم والشعوب فيه حكم كثيرة. وبذلك من يواجه هذه المعاني بإيمان وصبر واحتساب يرتفع مكانة ومنزلة ويدخل الجنان. ومن يعترض أو يكفر أو يواجه هذا فهو خاسر لا محالة، خسران الدنيا وخسران الآخرة. لكن الإسلام علمنا أن المصائب يجب أن تواجه بالمعنى الإسلامي الذي ذكرنا جزءا منه لكي يستثمر في صالح حياة المسلم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، ذكر الله عز وجل شيئا من هذا الذي حصل تحت عنوان إما بأس الله أو عذاب الله. وهذا البأس والعذاب عندما ينزل على الجميع الصالح والطالح، فأهل الصلاح وأهل الإيمان يكتب لهم الشهادة والأجر والخلود في الجنة، وأهل الكفر وأهل النفاق والمعترضون على أقدار الله خسروا الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ وهذا الذي حصل، يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول الله عز وجل: أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ويقول في آية أخرى: أم أمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ ويقول الله عز وجل في آية أخرى: وأم من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ويقول الله عز وجل: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ونسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن تكون هذه الكارثة والمصيبة التي حلت بإخواننا المسلمين في تركيا ولا سيما في الشمال السوري ممن عناهم الله عز وجل بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ ألا إن نصر الله قريب؟ نعم إخوة الإيمان والإسلام، إخوانكم في الشام منذ عشرات السنين ابتلوا بالبأساء الحروب وما أدراكم ما حصل لهم مما هو ربما يشبه هذه الكارثة في الزلازل، بالبأساء والضراء تشردوا وقتلوا وبردوا، صابهم البرد وتشتتوا في الأوطان وزلزلوا. وهذه الثالثة، فهذه آية تحمل في طياتها بشارات لإخوانكم المسلمين في هذا المكان المنكوب. إذا مرت عليهم سنة البأساء والضراء والآن زلزلوا بعد ذلك حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وإن شاء الله عز وجل سيحقق الله عز وجل وعده فيهم. نسأل الله عز وجل ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، المطلوب منا اليوم أن نعتبر وأن نتعظ وأن هذا الذي يجري بأقدار الله وقضائه، وليس هناك من أحد يستثنى من ذلك. فعلى العاقل أن يبادر إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى الاستغفار، وأن يصحح ما بينه وبين الله أولا، ثم يصحح ما بينه وبين الناس ثانيا، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، وقد يأتيه بغتة، وقد يأتيه بعد انتظار من مرض عضال، وقد لا يكون لهذا ولا هذا، ولكن بقدر معين. فينبغي لأهل الإيمان والإسلام أن يفعلوا هذا، هذا فيما بينهم وبين الله عز وجل. وثانيا أن يدعوا لإخوانهم المنكوبين بأن يجعلهم من الشهداء، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عدد أن من جملة الشهداء من يموت تحت الهدم والغرق والحرق، وربما كل هذه المعاني حصلت لأولئك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل شهداءهم وأن يشفي جرحاهم ومرضاهم، وأن لا يحرمنا أجرهم ولا يفتنا بعدهم. كذلك نحث بكل إلحاح أن من كان باستطاعته بأي أمينة أن يوصل لهم أي نوع من أنواع الإغاثة والمساعدة
المادية والطبية والعينية، فإنه نوع من ابتلاء ابتلى الله عز وجل المصابين وابتلى الأحياء الذين من حولهم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، والله لو أن أمتنا أخذت بمعاني الدين لانتشلوا وأغاثوا إخوانهم في الساعات الأولى. لكن المؤسف أن الأنظمة السياسية والتفريق والحدود التي رسمها سايكس بيكو وأعوانه قد بطأت في كثير من معاني الإغاثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول هذا إبراء للذمة ووفاء لما أمر الله عز وجل به عباده المؤمنين. إخوة الإيمان والإسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، أي القتل والقتل، القتل القتل، ويكثر فيكم المال فيفيض. اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، ونجنا وعافنا قبل ذلك، اللهم ادفع عنا وعن المسلمين في كل مكان البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستودعك جميع المسلمين والمسلمات، ولا سيما في تركيا وسوريا، نستودعك الله دينهم وأماناتهم وخواتم أعمالهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، فأعوذ بعظمتك أن يغتال ومن تحتي. اللهم من مات منهم فاجعله شهيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم ومصابنا ومصابهم، وأنزل السكينة علينا وعليهم. رب العالمين، ادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة.